لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من بيروت ليلى خليل مراسلة الغد. ليلى، ضعينا في المعلومات المتاحة لديك حتى اللحظة بشأن هذه الاقتحامات. فيما يتعلق بالاقتحام بطرابلس، هو هؤلاء الموظفين موظفو كهرباء قديشة يطالبون برواتبهم، بينما الذي اقتحم المودع الذي اقتحم مصرف بألفي أو بنك لبنان والتجارة فرع شتورة يطالب بوديعته. البعض يقول بحسب ما هو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه الوديعة هي حوالي 24,000 دولار، حوالي 24 أو أكثر بقليل، 24,000 دولار. ولكن السؤال كيف استطاع دخول هذا المودع إلى المصرف منذ أكثر من أسبوعين؟ المطار استوطر، نذكر المشاهدين بأنه اتخذت قرارا بعدم فتح أبوابها. من يدخلون إلى المصارف يدخلون بموعد مسبق، هذا هو الإجراء المعتمد. المصارف لم تفتح أبوابها أمام كل المودعين، أيا كانت وديعة المودع عليه أن يأخذ موعدا مسبقا من الإدارة للتوجه إلى الفرع الذي يريده. قد يكون هذا المودع علي ديب الساحلي، كما هو كما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه اسمه علي ديب الساحلي، قد يكون قد أخذ موعدا مسبقا من المصرف وأدخل، كما يظهر في الفيديو أنه أدخل يحمل مسدسا. هل هو حقيقي أم أنه لعبة كما كان سائد مع كل الذين اقتحموا المصارف؟ هذا لم يتبين بعد، ولكنه يريد وديعته 24,000 دولار. سنرى كيف سيتعامل المصرف مع هذا المودع. هو في هذه الأثناء ليلى ما يزال متواجدا داخل البنك؟ نعم، لا يزال متواجد، صح. هو ليس شتورة، هي في البقاع وهي محافظة بعيدة عن بيروت، لذلك ليس لدينا تفاصيل كثيرة، ولكن هو لا يزال داخل المصرف بطبيعة الحال. هناك موظفين داخل المصرف يحمل مسدسا، لم نعرف بعد إذا هو مسدس حقيقي أم لا. كيف سيتعامل المصرف؟ نذكر بأنه يوم أن أحد أيضا المواطنين اقتحم مصرفا قام بسحب وديعته كلها حوالي 11,000 دولار وغادر المصرف دون أن يعطيه المصرف أي ورقة تثبت بأنه سحب. رفض المصرف بالأمس أن يعطيه ورقة يقول بها أنه سحب كامل وديعته. طب ماذا عن، هل من تواجد للقوات الأمنية هناك الآن؟ نعم نعم، وصلت الآن القوى الأمنية. لا نعرف بعد إذا استطاعت الدخول إلى المصرف أم لا، ولكن بطبيعة الحال تصل سريعا القوى الأمنية للتفاوض أيضا مع المودع. والبنك الكرة الآن كوثر هي بملعب المصرف، المصارف وحدها تستطيع إنهاء ما يجري من اقتحامات أم هي آيلة للاستمرار؟ حتى ولو كان هناك إجراءات متشددة من المصارف، رأينا أن المصارف أغلقت أبوابها، تمنع المودعين من الدخول وفقط يقفون على ماكينات الصراف الآلي، ومن يستطيع الدخول يدخل بطريقة الموعد المسبق. وحتى مع كل هذه الإجراءات لم تتوقف عملية الاقتحامات والتهديدات من قبل المودعين. الطريقة الوحيدة لحل كل هذه الأزمة والأحداث المتكررة هي أن يتم أعطاء المودعين أموالهم. المودع لغاية اليوم بعد 3 سنوات من الأزمة لا يتم أعطاؤه لا وديعته بالليرة اللبنانية ولا حتى بالدولار. هناك تقشف، هناك إجراءات، وهناك حدود معينة لسحب السحوبات. كيف يتم تسليم جل يعني هؤلاء المواطنين ودائعهم إذا كانت البنوك تصرح بعدم تواجد سيولة لديها؟ لم أسمع يعني كيف تستطيع البنوك بأن تسلم يعني المواطنين ودائعهم إذا كانت تصرح في نفس الوقت بعدم تواجد سيولة لديها؟ نعم، المصارف لديها سيولة كبيرة خارج لبنان كوثر. المصارف بحسب كل اليوم الخبراء والذين متابعين هذا الملف وأيضا بعض تصريحات السياسيين في الأشهر والسنوات الماضية أن المصارف قامت بتحويلات ضخمة جدا إلى الخارج من أموالها، ولديها سيولة في المصارف الخارجية، وبإمكان هذه المصارف أن تعيد بعض من هذه السيولة وتقوم بتسيير أعمال المودعين. ليلى أشكرك، شكرا ليلى خليل، كنت معنا من بيروت مراسلة الغد، شكرا على هذه المعلومات.